فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دائما تراودني وساوس في الرياء والعجب، وأخاف أن أكون فعلا كذلك، فكيف أفرق بين كوني مراء أو أن هذه لا وساوس؟ تترك العمل الصالح تخاف من الرياء، لا تترك العمل الصالح تخاف من الرياء. بعض الناس يترك حتى الذهاب للصلاة الجماعة يقول أخاف من الرياء، ويترك الواجبات، هذا من الشيطان. فلا تترك الواجبات تخاف من الرياء، أدي الواجبات وأخلص لله عز وجل. وأما الأمور غير الواجبات تخفيها، صلي في بيتك، الصدقة تخفيها خشية الرياء، هذا طيب. نعم.